عمر بقى ناحيته، صلي معاه قول له يا رب ادينا صلوات مقتدره النهارده نكتبها امامك، امام عرش النعمه، في دفترك الالهي، في سجلاتك الالهيه. خلينا كل اتنين نصلي مع بعض، قول يا رب اديني نعمه النهارده عشان اصلي. قلت يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت. احنا جايين نقف على الاسوار نصلي ونصرخ ونهتف امامك، جايين نذكرك بعمل يديك بمواعيدك، جايين نكتب امامك سفر تذكره من اجل كل مراحمك، من أجل كل مشيئتك الصالحة المرضية الكاملة من نحو هذا الشعب. جينا نقول لك يا رب مؤامرة الشرير من يبطلها غيرك؟ مقاصد العدو من يقف أمامها سواك؟ أعن ضعفنا النهاردة، أعن ضعفنا ونحن نصلي، ارسل الروح القدس ليشفع فينا، ارسل الروح القدس ليأني فينا، ارسل الروح القدس ليصلي فينا صلوات مقتدرة، وصلوات مقتدرة تدخل إلى قدس الأقداس، تدخل إلى قلبك يا رب، تطلق يدك الرفيعة الصانعة ببأس. كرامة ومجد ليك يا رب، كرامة ومجد ليك. آمين. اسمحوا لي اقرا معاكم جزء معروف قوي وصليناه كتير، بس النهارده عايزين نصليه من زاويه خاصه بالذات من الاحداث اللي موجوده حوالينا. اجتماع الصلاه ده مش جايين مجرد بنحط البطنه الشخصيه وبنصلي لها، ومين تعبان ومين زعلان ومين متخانق ومين عيان ومين ما بيشتغلش، كل دي احتياجات شخصيه ربنا شايفها وعارفها، لكن احنا جايين نقف امام الله من اجل شعب وشعوب، من اجل ملايين من الناس، من اجل تحقيق اراده الله، وده اللي احنا نشوفه في الكلمات اللي هقراها لحضراتكم ديت. بولس الرسول في رسالته الثانيه الى كورنثوس، ودي واحد من الرسائل الرائعه، كل ما بقراها بنبهر بالرساله ديت. رساله كورنثوس الثانيه اصحاح 10، حرأ من عدد 1 لغاية عدد 6. ثم أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه، أنا نفسي بولس الذي في الحضرة ذليل بينكم، أما في الغيبة فمتجاسر عليكم، وأنا بعيد ببقى واخد راحتي، وأنا بينكم ببقى يعني مش واخد راحتي، لكن أطلب أن لا أتجاسر وأنا حاضر بالثقة التي بها أرى أني سأكترئ على قوم
يحسبوننا كأننا نسلك حسب الجسد. تخيلوا بولس نفسه، ناس اتهمته انه مؤمن جسدي وبيسلك حسب الجسد. ما حدش سلم في الدنيا دي الحقيقة، لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب. دي نقطة مهمة جدا جدا، ده اللي بيدي معنى كبير لاجتماع الصلاة وللي احنا بنعمله وللي احنا هنعمله الدقائق اللي جاية دي. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، مش سيف ولا رمح ولا خبز ولا دهاء ولا مكر ولا لف ولا دوران ولا قتل ولا نصب ولا احتيال ولا تحرش. طبعا أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا. فرق ما بين الحصون والظنون، وفرق ما بينهم وبين الحاجة الثالثة، وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. خليني أقراها بالترجمة العربية الحديثة. نهدم الجدل الباطل وكل عقبة ترتفع لتحجب معرفة الله. دي اللي هي كل علو يرتفع ضد معرفة الله، كل عقبة ترتفع لتحجب معرفة الله، ونأسر كل فكر ونخضعه لطاعة المسيح. عدد 6، مستعدين لأن ننتقم على كل عصيان، ونحن مستعدون أن نعاقب كل معصية، مش كل مخطئ، كل معصية، متى أصبحت طاعتكم كاملة. مستعدين لأن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. احنا كل شوية بنقول الدنيا هديت، الحمد لله الدنيا هديت، وبعدين نفاجأ أن في بركان بيحصل في حتة تانية جنبنا. واضح ان الزلزال اللي ربنا ابتدى في هذه المنطقة لم ينتهي بعد، وان المقاصد الإلهية من وراء الأحداث دي لم تتحقق بعد. وربنا عايزنا في هذه المعركة الروحية نستخدم الأسلحة الروحية. ربنا شايف ان في حصون، والحصون دي السترونج هولد دايما معناها الحصون الروحية التي بناها عدو الخير ليستأثر الناس، ليقيد الناس. ففي حصون روحية سترونج هولدز بناها عدو الخير في المنطقة اللي احنا بنعيش فيها دي، حوالين ناس كتير قوي اثرهم جواها، زي ما كان موجود في الوقت اللي فيه بولس كتب هذا الكلام. في حصون إبليس بناها، وفي ظنون، في جدل، في أفكار غبية زرعت في أذهان الناس بتضللهم، وفي أشياء ارتفعت عشان تحجب عن الناس معرفة الله الحقيقي. وبيقول حاجة غريبة جدا، بيقول إحنا في معركة روحية، وإن كنا نعيش في الجسد، إحنا بنعيش في الجسد، إحنا ما انطلقناش بعد، إحنا مش محلقين بعد، مع إن سيرتنا هي في السماويات، حياتنا هي في السماويات، لكننا لازلنا في هذا الجسد نعيش، بناكل وبنشرب وبننام وبنصحى وبنجوع وبنعطش وبنتعذب وكل حاجة، يعني لازلنا في هذا الجسد، وبنبكي وكل حاجة، وبنعيا وبنخف كل حاجة. فرغم أننا في هذا الجسد لكن لا نحارب بأسلحة جسدية، وليست معركتنا معركة جسدية، لكن أسلحتنا روحية، والمعركة اللي احنا فيها هي معركة روحية غير مرئية، لكنها تتحكم في العالم المادي الذي نعيش فيه. شفنا زي صلوات الكنيسة وصلوات القديسين وصلوات أولاد الله
أوقفت مؤامرة شيطانية في بلادنا صح؟ وغيرت تاريخ وجلست ونزلت ناس من على الكراسي. احنا شفنا ده أمام عينينا، مش بسيف ولا برمح ولا بترس ولا بعنف، لكن بسلاح الله الكامل، بالصلاة، بالتضرع، بالوقوف في الثغر، بالاشتراك مع الله في مقاصد قلبه. وبيقول حقيقة جميلة جدا، بيقول أسلحة محاربتنا قادرة بالله. هذه أسلحة إلهية قادرة بالله على هد الحصون والظنون والأشياء اللي ارتفعت عشان تحجب معرفة الله، لنستأثر كل فكر إلى طاعة المسيح. مش بس كده، وننتقم ونعاقب الخطية، العصيان، الشر، الإثم، مش الخطاة، متى كملت طاعتنا. طاعتنا لله تعطينا السلطان أن ننتقم من الخطية مش من الخطاة، أن نستأثر الفكر إلى طاعة المسيح، وأن نعاقب الشر، وأن ننتقم من الشر مش من الأشرار. وأنا قاعد بصلي للوقت بتاعنا دوت الصبح الحقيقة، وأنا في كلمة واحدة عمالة ترن في ودني: سقوط الأقنعة، سقوط الأقنعة، سقوط الأقنعة، سقوط الأقنعة. صلينا كتير للحكاية دي، صلينا كتير أن أقنعة تسقط، أن حقائق تنكشف. وافتكر احنا في 3 سنين كمية الأقنعة اللي سقطت من وجوه كثيرة رهيبة، وده كنت فكره كذا وطلع حاجة تانية خالص، وكنت فاكر ان ده الحل، طلع ان مش ده الحل، طلع ان ده مش الحل. وكنت فاكر ان ده النجاة، وطلعت مش دي النجاة، ده دي الكارثة. ولا زالت أقنعة تسقط حتى وقتنا هنا وتدهش. يا هو الموضوع طلع كده؟ هو فلان كان كده؟ هي اللعبة كانت كده؟ لازالت أقنعة تسقط، ولازالت أقنعة كثيرة موجودة لم تسقط بعد. لكن الأحداث اللي احنا بنعيش فيها عمالة تسقط الأقنعة. الزلزال الإلهي ده اللي كنا بنتكلم عنه، اللي ابتدى يوم 25، أو يمكن ابتدى الحقيقة مش 25، ابتدى يوم 1 يناير 2011 مع أحداث القديسين، إن هذا الزلزال لازال موجود وبتنتج عنه مش بس حاجات بتقع، ده فيه براكين وحمم بتتصاعد زي اللي بيحصل النهاردة في العراق وفي سوريا وفي ليبيا. براكين، براكين حمم، بكابورتات بتتفتح، حمم بتدمر مدن وبتقضي على حياة مئات وألوف من البشر، وبتهجر ملايين وبتشرد ملايين من الناس. في حاجة لازم نقراها صح، لازم نبقى فاهمين اللي بيحصل ده، ونقف مع ربنا ضد مؤامرة العدو، ضد فكر الشرير، عشان الخطة الإلهية هي اللي تثبت وتكون. البعض حاسس انه الحمد لله احنا يعني نجينا، الحمد لله شوف يحصل لهم، احنا نجينا. الحقيقة هم هناك بيوعدونا ان هم جايين لنا، يعني بتوعدوا السيسي والمسيحيين، يعني القضية مش الخوف، القضية مش درء المخاطر، مش ده القضية مش حرب مادية، القضية في حرب روحية. هو إيه اللي بيحصل؟ هو إيه اللي بيحصل؟ والناس ابتدت تشوف ولا لسه؟ الأقنعة سقطت، لكن القشور اللي من على العيون وقعت عشان الناس تشوف ما وراء القناع، ولا الناس
لم ترى بعد. الوجع اللي جوايا وانا بتفرج على المشهد ده وبتابعه عن كثب، الحقيقه مش قادر افصل نفسي عن الاحداث ديت. بدور على احداث العراق ما بين السطور، وكنت بتابع الاحداث بتاع سوريا اكتر، ودلوقتي افتكر كل العيون رايحه ناحيه العراق اكتر. داعش اتحركت كده ناحيه الشرق، مش عارف هترجع ولا هتعمل ايه، لكن يعني الصوره اللي باينه حاجه غريبه جدا. هؤلاء يقتلون الشيعة لأنهم ليسوا سنة، ويقتلون المسيحيين لأنهم ليسوا مسلمين، ويحرقون الكنائس ويفرضون الجزية. أنت مش زيي، حتى لو دينك زيي أنا هموتك، أنا هموتك. انت لازم تقعد في المدينه. اللي هيقرر يهرب من المدينه خارجين وراه بمدافع رشاشه يضربوا الناس في العربيات، يقتلوا كل من يحاول ان يترك المدينه ليغادر. منظر فظيع جدا. هو ده ايه؟ وده بيتعمل باسم الدين، باسم ربنا، باسم ربنا، باسم خالق هذا الكون، باسم الإله الواحد خالق السماء والأرض. ده ربنا، ربنا إله دموي، ربنا إله القتل، إله الذبح. ربنا بيقول لك اللي غيرك ومختلف معاك ولو شيعة وسنة موته. كان بالحري لو مسيحي بقى، لا ده يعني ما يحدث الآن حرب أهلية دينية باسم الله. عشان احنا شعب متدين جدا قررنا أن نقتل بعضنا بعضا، عشان احنا متدينين جدا وعندنا حب وغيرة لله. أكيد لازم الوقت ده القشور تقع، مش كده؟ أكيد الوقت ده لازم كل الأقنعة تسقط. أكيد الوقت ده هي الناس ليه مش شايفة؟ هي إزاي الناس دي بتعمل كده؟ عادي عادي عادي، ويقطعوا الرقاب وياخدوا الجماجم يلعبوا بيها كورة. إزاي؟ إزاي؟ عشان في حصون، عشان في قيود روحية إبليس بناها حوالين حياة الناس دي، وكتير أكيد منهم ملبوسين بأرواح نجسة عشان يقدروا يعملوا كده. زي المتحرشين كده، أغلب اللي بيقضوا عليهم متحرشين، يقول له عملت كده ليه؟ يقول لك أصل أنا كنت واخد ترامادول يا بيه، كنت واخد ترامادول. هو الترامادول يعمل كده ويعمل أسخن من كده؟ أن يتحول الإنسان خارج إنسانيته، يبقى في حصون إبليس عملها، في حصون شيطانية بتستأثر الناس وتحولها من آدميتها إلى شيء يختلف عن الآدمية تماما. إحنا عندنا السلطان إن نهد الحصون دي، إحنا عندنا السلطان إن نهد الحصون دي. وفي ظنون، في ظنون، في أفكار عجيبة 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 في عقول الناس مقتنعين بيها، بس هما ما ناقشوهاش قبل كده. مش يقول لك أنا لو كان مقتنع ناقشتها أبدا، ممنوع المناقشة، بس هو مقتنع من غير ما يتناقش. وفي ظنون، مبادئ، قيم، فلسفة
منها انك ما تفكرش، منها انك ما تسالش، منها انك ما تجادلش، منها انك ما تقتنعش. تخيلوا، من ضمن المبادئ انك ما تسالش وما تفكرش وما تقتنعش. فانت بتشل مخك، مبدا بيقول لمخك ما تشتغلش، ما تفكرش، ما تشكش. مع ان يعني الشك من الايمان، ازاي هتوصل للايمان غير ما تشك فيما تؤمن وتقتنع بما تؤمن؟ فيبقى عندك يقين الايمان لانك شكيت ووجدت الاجابه فايقنت. ففي ظنون لو قعدت احكي فيها مش هنخلص، موجوده عند الناس، موجوده في المجتمع المسيحي وغير المسيحي، موجوده جوه الكنائس، اثرت الناس لكي لا يعرفوا المسيح، لكي يعرفوا عن المسيحيه ولا يعرفوا المسيح المخلص، لكي يعرفوا الدين وليس الاله الحقيقي وحده. ودي التويته اللي كتبتها قريب، قلت ما نراه يجعلنا نعرف الفرق بين الدين او بين التدين، قلت التدين ومعرفه الله. التدين يخليني متعصب، متعصب، فالارثوذكس يبص للبروتستانتي ويقول له يا كافر كده، ومش هنرنم ترانيمكم يا بروتستانت. الافكار تخليه متعصب، التدين يخليه متعصب. معرفه الله تخليني احب الناس اللي زيي واللي مختلف عني، تخليني احافظ على الحياه مش اذبح. معرفه الله تغيرني، التدين ما يغيرنيش، ما يغيرنيش، ما يغيرنيش. معرفه الله تخلقني من جديد فاصير ابن لله، عندي حياه ابديه، وهذه الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. في حصون وفي ظنون، واحنا عندنا سلطان اننا نهد الظنون. في اشياء ارتفعت لتحجب نور المسيح، نور معرفه الله. في اشياء ارتفعت عشان تقف بين الانسان وبين معرفه الله، الخوف، البيئه، الكالتشر، التقليد، التعود، العادات، في حاجات كتير قوي وقفت بين الانسان وبين ان يعرف الله على حقيقته، يرى مجد الله في وجه يسوع المسيح. وربنا بيقول انا اديتكم المفتاح، أسلحة محاربتكم روحية قادرة بالله على هدم الحصون والظنون وكل ما يرتفع ضد معرفة الله، عشان تستأثروا كل فكر إلى طاعة المسيح، وعشان ننتقم من العصيان متى كملت طاعتنا وتكريسنا للرب. هذه المعركة محسومة للي هيصدقها، هذه المعركة محسومة روحيا للكنيسة الحقيقية التي تعرف كيف تستخدم سلاح الله الكامل، التي تعرف كيف تستخدم السلاح الروحي، انها تحب ربنا وتحب الناس، ولما تحب ربنا وتحب الناس تصلي وتصلي وتصلي بصراخ وبدموع على يقين انه هو اقوى، يهد الحصون ويهد الظنون ويهد كل حاجة ارتفعت تفصل الإنسان معرفة الله، فتستنير عيون الأذهان وتستأثر الأفكار والقلوب لمعرفة المسيح، وتتغير حياة الناس ويتحولوا مرة تانية إلى أبناء الله، إلى كائنات بشرية مش حاجة تانية.
هنا لأنك مصدق إن اللي أنت هتصليه هيكون ولا لأ؟ مصدق؟ ارفع إيدك كده. مصدق؟ أقف معايا. أقف معايا. وقول معايا كلمات الترنيمة دي. بعلن إيماني، شايف إلهي ليه السلطان، ليه السلطان على الحصون، وليه السلطان على الظنون، وليه السلطان على كل ما يرتفع ضد معرفة الله. ليه سلطان. بعلن إلهي، بعلن إيماني، شايف إلهي، مصدق يا رب، مصدق إن أسلحة محاربتنا قادرة بالله، قادرة بالله، قادرة بالله، إنها تسقط الأقنعة وتسقط القشور من على العيون، إنها تفضح أعمال الشر، إنها تستنير عيون الأذهان، إنها تحرر القلوب والعقول، إنها تعطي للإنسان حرية ليختار لنفسه أبديته، 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 أبديته. للرب يا لو تعالى قلبي هيغني للقاضي بإيمان يشوف الخير في ظروفي حتى الصعب غني يا نفسي للقاضي بعلن إيماني شايف إلهي للسلطان للسلطان ومن أماني يوم ورا يوم رح يعلى حقك كل الأرض تغني الاسم انت الأقوى يا يسوع مجد المجد بيجري في أرضك يوم ورا يوم رح يعلى حقك كل الأرض تغني
عايزك كنت واقف، خد عايزك كنت واقف، خد دقيقة واملأ قلبك بالإيمان. أنت مصدق؟ أنت عندك إيمان؟ إن أسلحة محاربتنا ليست جسدية لكنها قادرة بالله، قدرتها في ربنا، إمكانياتها إلهية مش بشرية. أسلحة محاربتنا بتحرك القدرة الإلهية اللانهائية لتهدم الحصون اللي إبليس ربط بيها الناس، اللي أعمى بيها عيونهم، بتهدم الظنون الباطلة والأفكار البالية اللي خدعت الناس وضللتهم، بتفتح كل الحاجات اللي أغلقت عشان الناس ما تشوفش مجد الله في وجه يسوع المسيح. بتهد كل أعمال إبليس، بتهد كل خططه، بتهد كل ألعيبه عشان تعتق الناس أحرار، يختاروا لأنفسهم مصيرهم الأبد، يختاروا لأنفسهم حياتهم. مصدق إن صلاتك النهاردة هتفرق، هتفرق في اللي بيحصل في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي مصر. إن ربنا شايف المنطقة دي حاجة واحدة، مش شايفها دول ودويلات. مبارك شعب مصر وعمل يدي آشور آشور آشور، اللي هي سوريا، اللي هي العراق. مبارك شعب مصر وعمل يدي آشور. اعلن إيمانك قدام ربنا النهاردة، قل له بعلن إيماني، شايف إلهي للسلطان 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 للسلطان، سلطانك أعلى، اسمك أعلى من كل اسم، سلطانك سلطان أبدي. تقدر تقول لإبليس اخرس سيخرس، تقدر تقول له اذهب عني يا شيطان فيذهب، تقدر تقول له ابكم فيبكم بريحه بموجه بهيجانه بعجرفته بسهامه بأدوات الذبح والقتل اللي بين يديه بروح الشر اللي بتتملك الناس. تقدر تحرر لاجئون اللي فيه كتيبة من الأرواح النجسة فتندفع إلى الجرف إلى البحر وتغرق هناك. صلي مع اللي جنبك، صلي مع اللي جنبك، اعلن إيمانك النهاردة، قول له مصدقك مصدقك مصدق في السلاح الإلهي اللي انت اديتهوني، سلاح الصلاة، سلاح الصلاة اللي مليانة إيمان ويقين، الصلاة اللي بتحرك إيدك، الصلاة اللي بتقف في الثغر فتصرف الغضب، الصلاة اللي بتهد حصون وظنون وكل علو يرتفع ضد معرفتك. الصلاة اللي تسقط الأقنعة والقشور من العيون لترى قبح عدو الخير، لترى قبح الشرير القتال. لترى الأيدي الملوثة بالدماء. لترى الأطفال المخشى عليهم في الشوارع مذبوحين. لترى النساء اللي بيعتدى عليهم. صدق في السلاح اللي انت اديتهوني يا رب،
مصدق يا رب، مصدق ان اننا لما نتفق معا ومعك في اي شيء يطلبه يكون لنا من قبل الهنا، يكون لنا من قبل ابونا السماوي. النهاردة مع نهد الحصون، النهاردة مع نهد الحصون، النهاردة نتفق معا ان الحصون اللي بناها عدوك عن هذه المنطقة تسقط تسقط تسقط. اقف معايا، اقف معايا وارفع ايديك الاثنين، خلينا في نفس واحده. كل الحصون اللي بناها ابليس حوالين المنطقه دي كلها يا رب، كل اعمال الشر، كل السحر والشعوذه، كل ارواح امتلكت ناس، كل سلطان لعدو الخير وضعه على هذه الارض يا رب، من الشرق لغايه الغرب، من الشرق لغاية الغرب يا رب، في اسم يسوع النهاردة نقف أمامه، ننتهي يا رب، نسقط كل أعمال. ارفع ايديك، ارفع ايديك الاثنين، صلي بصوت عالي، صلي بصوت عالي، خلينا نتفق أمام الرب. نقف أمام هذه الحصون الشيطانية، نقف أمام هذه القيود الشيطانية، نقف ضد كل أعمال السحر والشعوذة، كل أرواح الشر التي تعبث بهذه المنطقة، كل الملبوسين بأرواح نجسة أيا كان رتبهم أيا كانت مقامهم، في اسم يسوع الناصري، في اسم يسوع الناصري رب المجد، تسقط كل الحصون، تسقط كل الحصون، كل الحصون اللي بناها عبر سنين طويلة، عبر مئات السنين، تسقط في اسم يسوع. حرية لهذه الشعوب يا رب من كل أعمال الشيطان. تقف أمام عدوك في هذه الأيام تتحدى باسم يسوع، باسم يسوع. في اسم يسوع، في اسم يسوع، في اسم يسوع، في اسم يسوع، ندوسك يا عدو الخير في اسم يسوع. إله السلام يعطينا الغلبة، يسحق الشيطان تحت أقدامنا سريعا سريعا. انت اشهرت جهارا ظافرا به في الصليب، انت خرجت غالبا ولكي تغلب. في اسم يسوع، في اسم يسوع، في اسم يسوع، في اسم يسوع، في اسم يسوع. انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجا، انت فوق حد التصور. انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجا، انت فوق حد التصور.
في اللحظات دي بشعب في العراق في خطر عظيم 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 عظيم. لو المعركة وصلت بغداد مذابح بشرية ممكن تحصل. مش عارف ايه الخطة اللي في عند إبليس، مش عارف ايه الخطة اللي عند الأمم، يمكن دول تانية عايزين يقسموها ثلاثة ويخلصوا منها، أو يخرطوها بالطول وبالعرض ويحرقوها ويخلصوا منها. إيه اللي في قلوب الأشرار ما نعرفش، إيه اللي في قلب عدو الخير عارفين، يسرق ويذبح إحنا عارفين، بس في مقاصد إلهنا. أشور عمل يدي، أشور عمل يدي. ارفع إيدك معايا قول يا رب زور أشور، زور يا رب، زور العراق زيارة إلهية. بنقف جنب ولادك وبناتك وهذا الشعب يا رب، السني والشيعي والمسيحي والكردي، بنقف جنب هذا الشعب يا رب النهارده. انتهر الملاك المهلك، انتهر الملاك المهلك، قف ضد روح الموت في هذا المكان يا سيدنا الرب، وقول له كفى 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 دم، كفى ذبح، كفى قتل. صلي بصوت عالي، صلي بصوت عالي، خلينا نتفق النهارده، خلينا نتفق، خلينا نتحدى قواتنا هناك. نجي هذا الشعب، نجي هذه الشعب من مؤامرة الشرير ومؤامرة الأشرار، نجي هذا الشعب يا رب من مؤامرة الشرير والأشرار. في اسم يسوع، في اسم يسوع، في اسم يسوع نقف ضد المؤامرة الشريرة، المؤامرة الشريرة الذي يسرق ويذبح ويهلك، لكنك أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. والمهبة تقول حصينا راح تعيا أسوار، ومهما تكون قدراتي واسكن في دارك دمار، ومهما تكوني حصينة راح ترعي يا أسوار، ومهما تكون قدراتي واسكن في دارك دمار، رفع قيادة الغلبة وعلامة الانتصار، أعظم من المنتصرين نحن يسوع البار، أعظم من المنتصرين نحن يسوع البار، هنلف احنا عبد غير
خيرك. بصوا كلام المسيح، بصوا كلام المسيح، لا تدينوا لكي لا تدانوا. قبل أن تخرج القذى من عين أخيك اخرج الخشبة يا ضلالي التي في عينك. في ظنون مش موجودة بس في داعش، موجودة في الشعب المسيحي المتعصب اللي بيدي لنفسه الحق ان يقول على التاني كافر. يا رب كل الأقنعة تسقط، يا رب فضيحة بجلاجل لكل الأقنعة المزيفة اللي جوه الكنيسة واللي بره الكنيسة، وكل الظنون اللي إبليس وسوس بيها عند الناس وإدى الحق لكل واحد أن يدين غيره ويحكم على غيره. فضيحة للظنون دي، حرية يا رب إن القانون يبقى قانون الحب، القانون يبقى قانون الرحمة. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. من كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. روح المسيح يا جماعة، عند الأمل إن فكر المسيح هو اللي يتزرع بالأذهان. نعيش في سلام برغم اختلافاتنا مع بعض، برغم اختلافنا في الرأي وفي العقيدة ويمكن في الديانة، هنعيش في سلام لو فهمنا، لو فهمنا الحقيقة بدل الكذب. ما عندناش أمل الحقيقة، احنا بندن في ملطة، احنا بننفخ في قربة مقطوعة. الأمل إن ربنا، ربنا ها ربنا ينفخ كده على المخاخ فتنضف، ده الأمل الحقيقة، مفيش أمل تاني. ينفخ فتنضف المخاخ. كل أربعة تدور ناحية أخوك كده، وكل أربعة مسكوا قدام بعض قولوا يا رب نظف المخاخ في عرضك يا رب. هذه الظنون، هذه الظنون الباطلة، هذه الظنون الباطلة اللي حولت كل إنسان لديان، لحاكم، لقاضي بيحكم على أخوه بالكفر أو بالموت، بالقبح أو بالجمال. نظف المخاخ يا رب، نظف المخاخ، نظف المخاخ. انفض يا رب، انفض الوساخة دي من الأذهان، انفض القذارة دي من الأذهان، انفض التلوث ده، التلوث ده يا رب. انت عملت كده مع الكتبة والفريسيين المرائين، قلت لهم من منكم بلا خطية ليرميها أولا بحجر، قلت لهم العشرين والخطاة يسبقونكم إلى ملكوت السماوات. نظافة للأذهان يا رب، نظافة للأذهان، نظافة للأذهان. هذه الفكرة الشيطانية من التعصب، هذه الفكرة الشيطانية من سلطان الناس أن تحكم على الآخرين وأن تقسم الناس شيع. يا رب، يا رب عمل إلهي، ما عندناش أمل غير في عمل إلهي. الكلام مش جايب نتيجة، الوعظ مش نافع يا رب، احنا عايزين عمل إلهي، احنا عايزين عمل إلهي، عايزين عمل إلهي، عايزين نور يشرق في الظلمة، عايزين إعلان يسوع المسيح في أذهان الناس وفي ضمائرها. عايزين شفاء لهذه العقول المريضة يا رب، لهذه الأذهان المظلمة يا سيدنا الرب. قانون الحب، قانون الرحمة، قانون المودة. قانونك الإلهي يا رب اللي الناس شوهته، العدو الخير خدع بيه الناس ليصنع منهم آلهة وحكام وديانين
فألانوا بها أنفسهم وحكموا بها على أنفسهم. يا رب قول كلمتك، قول كلمتك يا رب، قول كلمتك، قول ليكن نور فيكن نور، قول مستنير عيون الأذهان فتستنير عيون الأذهان، قول يسمع الأموات صوت ابن الله فيحيون فيحيون من ظلام الفكر، من ضلال الفكر، من خداع الفكر. الكل بيقول من ليس معنا فهو علينا، وانت قلت من ليس علينا فهو معنا. الفرق كبير من اللي انت قلته وللناس بتقوله، الفرق السماء من الارض، الفرق النور من العمى. يا رب اعمل حاجة، اعمل حاجة من فضلك، اعمل حاجة من فضلك يا رب. انت قلت اسلحة محاربتنا قادرة على هدم ظنون، ظنون ظنون باطلة، ظنون باطلة ضيعت الناس، ضيعتهم ضيعتهم ضيعتهم. يا عيني بتشوف علينا مش كل الحقيقة، في عالم روحي في السماء وفي لله مشيئة. اللي بتشوف علينا مش كل الحقيقة، في عالم روحي في السماء وفي لله مشيئة. وبالإيمان صلبنا هتغير مشيئة الشرير ولا الأشرار. ادينا حب ليهم، ادينا حب ليهم، ادينا غيرة مقدسة ليهم. غيرت صح؟ صح؟ غيرت صح؟ بس لسه في تاريخ كتير لسه لازم يتغير. احنا لسه في أول المشوار وناس كتير بدأت تريح. أنا عايز أحيي الناس اللي هنا اللي سايبة الماتش المهم اللي وجاية تصلي. أنا عايز أحيي الناس دي بالذات بقى، بالذات عايز أحيي الشباب
الشباب اللي الناس عمالة تقول عليه مش عارف ايه وايه امتى اجتماع الصلاة هيبقى لغاية ميدان التحرير؟ امتى؟ لما مصايب اكتر تحصل؟ امتى؟ امتى هنكتشف ان ده في ايدنا نغير التاريخ؟ في ايدنا نقول له بص يا رب ادي ايدينا اهي، خلي ايدينا ايديك الممدودة، لما نحط كده على المرضى يخفوا، لما نحط كده على الناس اللي فيها ارواح شريرة تعمل ايه الارواح الشريرة؟ تصرخ وتهرب، نبقى ايديك الممدودة تصنع ايات وعجائب شعبك بولادك ببناتك بكنيستك بعروستك اللي غيرتها في قلبها ليك وللناس، مش اللي خايفة على روحها، اللي خايفة على الناس، مش خايفة على روحها، خايفة على الناس، خايفة على مصيرهم الأبدي، وهي بتشوف الناس بتتدبح زي الفراخ، ياريت زي الفراخ، الفراخ حتى بتتاخد بعد كده وتتاكل، دول بياخدوا يلعبوا بيها كورة. إبليس كابس على المنطقة، إبليس عايز يحرقها، إبليس خايف من الناس اللي في الحتة دي، وعارف إن أعظم نهضة في تاريخ البشرية جاية من الحتة دي، جاية من الحتة دي تاني، جاية من الحتة دي تاني، جاية من الحتة دي تاني، وإن اللفة الأخيرة هتدوس عليه، هتدوس عليه، هتدوس عليه، اللفة الأخيرة هتدوس عليه. ارفع ايديك معايا تاني لو ما كانتش تعبت، ارفع ايديك معايا تاني، قول له نادي على الكنيسة تيجي تصلي يا رب، نادي على الكنيسة تيجي تصلي، نادي على الكنيسة تيجي تصلي، صلي بصوت عالي، قول له نادي على الكنيسة تيجي تصلي، نادي على الكنيسة تقوم بدورها، نادي على الكنيسة تستيقظ يا رب، تفهم ان المعركة ما خلصتش، الماتش ما خلصش، الماتش ما خلصش، الماتش لسه ما خلصش، ممكن نخسر كل اللي كسبناه لو وقفنا، ممكن نضيع كل اللي خدناه لو وقفنا دلوقتي، لو وقفنا دلوقتي لسه صلاتنا هتغير التاريخ، لسه في تاريخ هيتغير، لسه ايدينا ما صنعتش ايات وعجائب، لسه ايدينا ما صنعتش ايات وعجائب، لسه 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 بدري قوي 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 على اننا نستريح، لسه بدري قوي قوي على اننا نستريح. نادي ولادك وبناتك من كل حته يا رب، اجمع شعبك من حولك يا رب، كما تجمع الدجاجة في راخعته، واملأهم يا رب بروح صلاة وتضرع، بروح غيرة مقدسة، املأهم بآيات وعجائب، اسكب روحك، اسكب روحك في هذه الأيام يا رب، اسكب روحك، نبقى ايديك الممدودة. قول معايا العدد التاني ده وارفع ايدك، قول يا رب بص يا رب المس ايدي كده، المس ايدي عشان ايدي كل ما تتحط على حد يحل روحك عليه، المس ايدي عشان كل ما ايدي تتحط على مريض يا رب يبرأ، المس ايدي عشان كل ما ايدي تلمس واحد فيه روح نجس يصرخ الروح النجس، لانك اكون ايديك الممدوده، اكون ايديك الممدوده، تصنع ايات وعجائب، تصنع ايات وعجائب، مطرح ما نروح ننور، مطرح ما نروح ننور، مطرح ما نروح الظلمه تهرب، مطرح ما نروح يا رب الفساد يهرب، مطرح ما نروح الارواح الشريره تصرخ تصرخ يا يسوع الناصري ما لنا ولك، أتيت لتهلكنا، أيوة أنت أتيت لتهلكهم يا رب. قول معايا اسلوب اللي في قلبك في بلدنا وبلاد وبلاد أشور، في سوريا، في العراق، في ليبيا، في السودان، نطلب اللي في قلبك للمنطقة دي كلها يكون عشانه، اسكب في قلوبنا حبك في كلنا احشاك، تبقى ديك الممدودة تصنع ايات وعجائب، والكل يعرف اسمك شوف اسمك وانزل الينا في ارضنا Yeah.
تيجي وتشفينا، تيجي وتشفينا. خلينا نقرب من بعض كلنا، خلينا نقفل الصفوف، خلينا نقرب من بعض. ممكن نتحرك، حصروا الكاميرات، خلينا نقرب. ناخد شنطتك في ايدك، موبايلك في جيبك كده يعني. هو في كاميرات دلوقتي يعني، ما حدش يقدر يعمل حاجه. بس خلينا نقرب من بعض، خلينا نقرب من بعض، خلينا نقرب من بعض. ممكن اللي في الجاليري قربوا من بعض برضو، خشوا في النص كده، خشوا في النص. الناس اللي قاعده على الجنب، تعالى كده، تعالى كده، تعالى كده، مش بيجوا كده، تعالى كده. ايوه تعالى كده. ممكن اللي من الناحيه دي، تعالوا كده، تعالوا كده، تعالوا. ايوه تعالى كده. ايوه اي كمان شويه، كمان شويه، تعالى كده. ايوه 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 ايوه. قربوا 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 قربوا. اللي الناحيه دي ممكن تيجوا كده. في ناس قاعده مش عايزه تقوم خالص، مش ناويه تتحرك خالص. في ناس قعدت مش هتقوم. ماشي، معلش معلش، خدوني على قد عقلي، على قد عقلي، خدوني على قد عقلي. خلينا نرفع ايدينا بحيث نلمس ايدين بعض. تأكد ان ايديك لمسة، مش لازم تمسك. لو مراتك امسكها، لكن يعني لو مش مراتك ممكن على الاقل تلمس ايدين. خلينا في حس واحد النهارده، نقول يا رب احنا هنخضع ليك، احنا هنمشي وراك، احنا هنكمل السكة ديت. احنا مش هنسيبك ومش هنسيب بعض، مش هنسيبك ومش هنسيب بعض لغاية صفارة النهاية، لغاية لما الحكم يصفر صفارة النهاية بإعلان فوز وانتصار ملكوت الله، لغاية لما مجدك يرى، لغاية لما إعلانك تراه كل بشر، لغاية لما نشوف الملايين يعرفوك الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسل. ارفع ديك، ارفع ديك، صلي بصوت عالي، صلي بصوت عالي. ننتقم عن كل عصيان متى كملت طاعتكم. لسه طاعتنا ما كملتش، هنطيعك، هنسمع ليك، هنخضع ليك، هنمشي وراك، هنصلي، هنصرخ، هننادي عليك، هنعيش القداسة في خوف الرب، هنتمم مقاصدك في حياتنا. تعهد قدام ربنا النهاردة، تعهد قدام ربنا النهاردة. كنيسة جاية تتحد بعضها، جاية تتحد بيك، جاية يا رب عايزة مشيئتك، ومستعدة تدفع الثمن، مستعدة تعيش الطاعة والخضوع، مستعدة تعيش القداسة وتكمل القداسة في مخافة ربنا، عشان ننتقم على كل عصيان عمله عدو الخير، وكل فساد أفسد به الأرض، وكل الناس يا رب اللي أدمنت المخدرات والأدمنت الجنس، والناس اللي بتعتدي على شرف البنات، والتحرش اللي موجود، والفساد اللي موجود، والعفونة اللي موجودة، والرائحة الكريهة اللي موجودة في كل أرضنا يا رب. عايزين ننتقم عن كل عصيان، عايزين أرض نظيفة، عايزين شعب نظيف، عايزين ملكوتك يأتي علينا، عايزين إعلان ملك، عايزين يا رب علامة ابن الإنسان، علامة ابن الإنسان ترى في سماء بلادنا في هذه الأيام يا سيد نرى. نارك أرسل لنا، غيرتك أشعل فينا، تاميرين عدونا سنحل من أمامي. نارك أرسل لنا، نارك أرسل لنا، غيرتك أشعل فينا. We'll be right back.
خلينا نرجع مكاننا ونقعد. وعايز كل اتنين نصلي. عايزك النهارده تتعهد قدام ربنا، انا بغيره مقدسه هكمل المشوار، انا هفضل رافع رايتي، رايت الصلاه والتضرع امامك، هفضل واقف في الصغر لغايه لما الماتش يخلص، لغايه لما يصفر الحكم صفاره النهايه. انا هنادي اخواتي يجي يصلوا معايا، انا هنادي كل نايم يستيقظ. ده مش وقت الراحه، ده مش وقت الراحه، ده وقت نستخدم اسلحتنا الروحيه لنهدم الحصون والظنون وكل علو يرتفع ضد معرفه الله. ده الوقت اللي فيه نستاثر كل فكر الى طاعه المسيح. ولا مش هسيب مكاني، وهجيب اخواتي معايا، هنقف في الصغر امامك، هنصلي كما لم نصلي من قبل، هنكمل قصه التاريخ اللي بنكتبها بالصلاه، هنكمل قصه التاريخ الالهي اللي هنكتبها بالصلاه، هنكمل المعركه دي لغايه لما نشوف عدو الخير منسحق ومسحوق تحت الاقدام، وشعوب بتدوس عليه، مش شعب، شعوب بتدوس عليه. لغايه لما ينتقم عن كل عصيان، متى كملت طاعتنا؟ طاعتنا لسه مش كامله، لسه بنساوم معاك، لسه بنفاوض معاك، لسه بنسوي في الحقائق معاك، لسه طاعتنا مش كامله يا رب. فيك حرية، فيك شفاء، فيك سلام، فيك حياة، فيك يا يسوع، فيك يا يسوع، فيك حرية، فيك شفاء، فيك سلام، فيك حياة، فيك يا يسوع. في قلب ربنا يغير منطقة بالكامل ويغير شعوب وأمم كتيرة، لكن في نفس الوقت زي ما هما مهتم بتغيير منطقة، مهتم بيك أنت شخصيا وباحتياجاتك. ناس كتيرة مننا عندها احتياجات مختلفة. اوعى تفتكر أن ربنا ناسي احتياجك ولا مش فاكره ولا مش عايز يسدده. ربنا مش بتاع الحاجات الكبيرة وبس،
كمان بتاعت الحاجات الشخصية. في كتير مننا جايبين ثقتهم وإيمانهم في ربنا النهاردة. عايز أقول لك وأقول لك إن ربنا مهتم بمرضك، مهتم بتعبك، مهتم جرحك، مهتم باحتياجك. مش كده النهاردة نفسي نصلي من أجل الشفاء. نفسي لكل اللي عنده احتياج في الكنيسة نيجي قدام عند المنبر. نفسي النهاردة يسوع موجود في المكان، في شفاء وفي حرية وفي عتق وفي لمسة النهاردة ربنا عايز يديها لناس كتير وسطينا. ناس كتير مجروحة وتعبانة ومكتئبة، وناس كتير عيانة بأمراض مستعصية، وناس عندها احتياجات مختلفة. لو انت واحد من الناس دول تعال قدام عند المنبر. تعال النهاردة حط إيمانك وثقتك في المسيح. في وحده بس، في وحده بس شفاء، في وحده بس حرية. هو الوحيد اللي يقدر يشفيك، هو اللي بيقدر يشفي، هو متخصص، متخصص شفاء الأمراض الجسدية والأمراض النفسية. المكتئبين لما رأوه كانوا عابسين الوجه فرحوا. يسوع النهاردة ليك. صدق أن يسوع ليكي، صدق أن يسوع ليكي، صدق أن يسوع موجود هنا في المكان. أيا كانت الحتة اللي انت جاي منها أو الخلفية اللي انت جاي منها، يسوع بيحبك، يسوع بيحبك، يسوع بيحبك. حتى لو انت مش بتحبه تخيل هو بيحبك، هو ما بيعرفش يكره، وفي محبته النهاردة جاي يلمسك وجاي يديك عطية النهاردة. مش كده النهاردة كلم المسيح وانت واقف تحت المنبر، كلم يسوع، كلمه، كلمه هو بيسمعك. قولي له شفيني يا يسوع، شفيني، شفيني، انت اقوى من مرضي، انت اقوى من مرضي، شفيني، انا مصدق انك بتشفي يا يسوع. قول، قول، قولي، قولي، قول النهاردة، انطق بكلمات ايمان وقوله أنا مصدق أنك بتشفي، والنهاردة أنا موجود جايلك يا رب، اشفيني، اشفيني، أنا جايلك اشفيني. أنا مصدق أن الشفاء من عندك مش من عند البشر، أنت الخالق، أنت الخالق، أنت تقدر تشفيني النهاردة. قوله مد إيدك على الحتة اللي فيها المرض النهاردة، مد إيدك على الحتة اللي فيها أعاق النهاردة، قوله مد إيدك على الحتة اللي تعباك النهاردة. هو موجود، 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 موجود. ما تضيعش الفرصة، ما تضيعش الفرصة. قل له ارحمني يا ابن داود، ارحمني يا ابن داود، ارحمني، انت بتحبني، انا مصدق انك بتحبني، انا مصدق انك بتحبني. ارحمني الليلة رب، ارحمني، ارحمني، المسني وشفيني، المسني وشفيني، المسني وشفيني. ليك شفا، خده النهاردة، خده، خده، مد ايدك وخد من يسوع. مد ايدك، ما ستريد ان افعل بك؟ هو بيسالك، عايزني اعمل لك ايه الليله، عايزني اعمل لك ايه الليله. قل له، قل له، هو موجود، موجود وبيحبك، بيحبك، بيحبك. تعالى له النهارده، صلي، صلي واطلب. ابواك شفاء، ايوه يا رب، ابواك شفاء الليله رب، الليله، الليلة رب، اشفي ناس وسطينا. أيوة رب، لمسة شفاء يا رب. دكتور عصام يجي هنا، عايزين نصلي من أجل إخواتنا اللي واقفين والأسماء اللي مكتوبة، وعايز كل الكنيسة ارفعوا ايديكم كده، اللي ما عندوش كان احتياج للشفاء ارفع ايدك كده وصلي من أجل إخواتك مع الدكتور عصام. وانت ارفع ايدك قول له جاي استقبل منك يا رب النهاردة، جاي استقبل منك، انا عايز لمسة منك يا رب النهاردة، انا جاي ألمس قد بثوبك زي المرأة اللي نازفة الدم اللي لمست قد بثوبك، انا جاي ألمسك النهاردة رب الإيمان. يا رب.
رب انت النهارده تضع ايدك على كل راس يا رب النهارده. انت يدخل يا رب شفائك في كل جسد النهارده باسم يسوع المسيح. انت تنور العقول النهارده، انت تدي سلام للقلوب، انت تشفي النفوس المجروحه والاجساد المريضه باسم يسوع المسيح. احنا نعلن اسمك على كل جسد يهرب منه المرض الان، نعلن شفائك الان، نعلن تحريرك الان، نعلن زيارتك لكل واحد بيطلب وجهك النهارده. كل اللي طالبين وجهك ليه حريه النهارده، كل اللي طالبين وجهك حتى اللي بيتفرجوا علينا باسم يسوع شفاء، باسم يسوع فرح، باسم يسوع اطلاق، باسم يسوع اكتفاء كامل من كل احتياج باسم يسوع المسيح. اللي لمس هوت بصوبك شفي، واحنا بنلمس يسوع النهارده، واحنا النهارده لينا قوة تخرج منك لكل واحد. مفيش واحد النهارده يخرج بالمرض، كل الشعب الرب يفرح بيك ويكون عيد ويكون شفاء، واسمك يعلن في وسطنا وفي وسط هذه الأرض. يتروي يا رب قلبك من الشبع لما تشوف شعبك يخف باسم يسوع المسيح. زيد المسيح تسبيح، علوا الإله بنغمكم، نادوا الأبطال أبطال، امشوا بصليب قدامكم. زيدوا المسيح تسبيح، علوا الإله بنغمكم، نادوا الأبطال أبطال، امشوا بصليب قدامكم. قولوا أول من ملوش سلطة ومفيش إلا الموت مستحق، اللي قام من الموت مستحق، يسوع المقام من الأموات هو مستحق، هو مستحق. خلينا نختم الاجتماع بالصلاة الربانية، مش زي ما تعودنا نقولها حافظينها، لا عايزين نقول له يا بابا، يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا
كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. وإله السلام يعطيكم السلام من كل جهة. نعمة ربنا يسوع المسيح، حبة الله الآب، شركة الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم من الآن وإلى الأبد آمين. صلاة للشفاء من قاعة إبراهيم سعيد بالدور